الله أكبر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الهدى والسداد والصواب، إنه ولي ذلك القادر عليه. ربنا عليك توكلنا، بك آمنا، اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ولينا فانصرنا على القوم الظالمين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو الله لا إله إلا هو، أن يبطل كل سحر صنع في قديم أو حديث لهذه الأمة، آذاها، أمرضها، عذبها، شوه جمالها. اللهم إنك أنت الله، أنت الكفيل والرقيب والحسيب والشهيد والوكيل، وأنت ربنا وحسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى، وليس وراء الله منتهى. نسأل الله، وهو الله الغني والقادر، وهو الله ربنا وربكم معشر الجن، ربنا وربكم معشر الجن، لا إله إلا هو، في السماء إله وفي الأرض إله، هو خالقنا وخالقكم ورازقنا ورازقكم، هو الله أمر بالعدل ونهى عن الظلم، أمر سبحانه جل في علاه بالإيمان ونهانا عن الكفر. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للإسلام والإيمان، ونسأل الله تعالى أن ينزل رحماته علينا. اللهم إنا نسألك في هذا المكان الذي يتلى فيه كتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم إن لك ملائكة سياحين يطوفون يلتمسون حلق الذكر. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ربنا عجل بالشفاء والبرء والدواء يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم ونحن لا نعلم، وأنت علام الغيوب، تعلم من سكنها وآذاها وأمرضها، شوه جمالها، تعلم من شوه جلدها، تعلم من أسقط شعرها وأسنانها، تعلم من سكن بطنها ورحمها، تعلم من جعل الأمراض المستعصية تترى وتوالى عليها. وأنت الله سبحانك ما أجلك وما أعظمك، أمرك نافذ وحكم الحكم حكمك، وأنت الله نسألك سرا وعلانية ونرجوك سرا وعلانية. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ربنا من علمت في قلوبهم خيرا في هذا البلد فعجل بتوبتهم وهدايتهم وإسلامهم، عجل ربنا بهدايتهم وإسلامهم وأوبتهم وتوبتهم. ومن علمت وسبق في علمك ربنا أنهم على الكفر والعناد والشقاق والعصيان، اللهم ربنا أذقهم العذاب الأليم، وأخرجهم ربنا أذلة صاغرين، يا حي يا قيوم. فبسم الله نبدأ. سكنتم هذا البلد وتبين بفضل الله جل وعلا أنكم أصحاب أسحار وخدام أسحار عظيمة وقديمة وحديثة،
منذ أن تزوجت، منذ أن تزوجت، منذ أن تزوجت في أواخر الثمانينات، والأصحاب تترى وتوالى عليها، وكانت تظن هي وزوجها أن الأمر له علاقة بالطب والأطباء، فكانت تزور المصحات وتقوم بالفحوصات. نعم، قبل التسعينات وهي تزور المصحات تقوم بالفحوصات وتأخذ الأدوية والجرعات، إلا أن الأمراض في ازدياد لا تقف أبدا. بدأ الألم في الأقدام، ثم بدأ يجتهد عليها الألم في كل مكان، حتى أصبحت العيال خفية وجلية على الجلود وعلى سائر الأبدان في الشعر والأسنان. نعم، تأكل جسدها أكلا وتنخر كيانها، تسقط ما بقي من صحتها وقوتها، وما عليها إلا الاستسلام، وتظن أن الأمر له علاقة بالطب، له علاقة بالأدوية، له علاقة بالفحوصات، له علاقة بالجراحات. بدأ الأمر يزداد إلى أن يصل العداوة مع أقارب الزوج، تصل العداوة حتى تصبح في نفور عن زوج، ولا يستطيع أن يأتيها زوج، وإذا أتاها نادرا لا إحساس ولا شعور ولا لذة ولا متعة، فخرب كل شيء ومحق كل شيء وعطل كل شيء بإتقان وإحكام ظاهرا وباطنا. العيال ازدادت وتفاقمت داخل البدن، تشعر بالآلام، أطباء، أدوية، فحوصات، علاج. خارج الجسد تتجلى في جمالها وقوامها على جلدها، أكلت جلدها وغيرت لونه، أكلت شعرها فأسقطت، وأسنانها كذلك، وكل ما في مفاتنها من جمال بدأ يتلاشى ويذوب مع الزمان، ولا علاج ولا دواء ينفع. هناك أمور أخرى حتى الزوج يشعر بها ويتألم ويتأذى بها، لا يستطيع أن يقدم على زوجه، وإذا أتاها لا يستطيع أن يشعر بلذة أو متعة، أما هي فهي تمتنع أصلا ودائما لا يقربها. تقول أنه إذا بلغها أو وصلها أو مسها أو لمسها تشعر بالألم وبالعذاب، فأصبح العذاب يحيط بها من كل جهة، أصبح العذاب يحيط بها من كل جهة. قرأنا القرآن وتلونا آية القرآن بفضل الله جل وعلا، فتجلت حية كبيرة سوداء سامة، فاعترفت بأذية وأخطار، اعترفت بأمور عظيمة ربما لا تخطر على فكر أو بال، أنها جاءت منذ سنين طوال، فسكنت بدنها بإثر دم، دم مقتول ومغدور، ألا وهو ولدها وابنها الذي توفي في حادث أمام بيته، فأخذ من دمه، وكان عمره إذاك لا يتجاوز 6 سنوات، بل خمس سنوات وثمان شهور، فمات خطأ نقول قدر الله وما شاء فعل، لكن الساحرة أبت إلى أن تأخذ من دمي المقتول وأن تجعل عليه أسحار ليكون السحر عظيم بآثار الدم وآثار القتل، ومن قتل ومن مات فهو فلذتك بها، فهو وليدها ولدها، فجاء السحر عظيم فدفن في بيت هنا بفضل الله جل وعلا. تجلت الحية وظهرت بعدما كانت تكابر وتعاند وتقاوم، أسلمت لله تعالى وكانت صادقة في إسلامها، وكانت صادقة في اعترافها، فدلت على أن السحر موجود في الطابق السفلي في البيت، مدفون في حمام داخل الجدار والجدران، فدلت عليه، دلت على مكانه ودلت على وجوده، فبفضل الله تعالى تم الاتصال وثم حفر المكان
فاستخرج السحر بإذن الله جل وعلا. فتمت الحقيقة معاينة ومكاشفة وحالا بفضل الله جل وعلا، فتبين أنه عظيم، وتبين أن الخطر جسيم، أن السحر عظيم وأن الخطر جسيم. فنسعى بفضل الله تعالى إلى أن نعرف كل الخبايا والخفايا التي عذبت هذه الأمة، وعذبت زوجها أيضا، وعذبت أبناؤها كذلك، بل عذبتها منذ سنين، عذبتها منذ زواجها، لم تنعم أبدا ولم ترتاح أبدا، فهي تعذب بفعل السحرة والجن والشياطين. تم العثور على قطعة نحاس محكمة لا يصل إليها الصدأ ولا تصل إليها عوامل التعرية، والمقصود بهذا ماذا؟ كله أن تبقى هي داخل الوهم والمرض والعطب والعذاب والفرقة، لا تصلها رحمة ولا تصلها لذة ولا متعة ولا شفاء ولا دواء ولا بر أبدا. لهذا يجعلنا أسحارهم في المعادن النحاسية، وتحكم في الزجاج، وتحكم في الأكياس البلاستيكية، حتى تصبح بعيدة عن عوامل التعرية من هواء ومن شمس، حتى لا تصلها الديدان أو الحشرات، وهم يظنون أن الأسحار إذا بقيت بقي العذاب، حتى وإن سلمنا أن هذه القطعة من نحاس كانت فوق الأرض وتظهر عليها أشعة الشمس والهواء، وهذا يجعل منها التلاشى، لكن أقولها ونلزم بها، لن تتلاشى إلا بعدما تكون المرأة قد طعنت في السن أو قد بلغت من العمر عتيا أو أخذوها إلى قبرها، هكذا يريدون. وفوق كل هذا أحكموا داخل قطعة نحاس، ثم داخل جدار وحائط وإسمنت، حتى لا تصل إليه الأيادي والأعين، ويبقى هذا الداء في بيتها، السحر لها من دمها، من دم ولدها في بيتها، ولا يصل إليه أحد، ويبقى العذاب عليها. هكذا لا يسعون عبثا، وإنما يسطر الأمور بإتقان وإحكام. لهذا قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد، فهذا علم شيطاني، علم كفري لا يجوز تعاطيه أبدا، فصالحه كفر بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فكفر بالله جل وعلا بأنه أطاع الجن والشياطين، ولن تخدمه بهذه القوة إلا بكفر عظيم. الذي يظهر لنا هو النحاس والكتابة والأسحار والدم، لكن ما كان في الخفاء كقرابين لأولياء الشياطين فهو أعظم، والعياذ بالله، حتى تأتي الجن والشياطين فتسكن البيت وتسكن الأبدان، وتصبح تؤذي بالليل والنهار، تقدم حياتها سعادتها عمرها من أجل أن تؤذي هذا البدن، لأن من سحره قدم القرابين الكبيرة وجاء بالوعود الكثيرة. نعم، فعذبت هذه الأمة سنين لم تنعم قبل التسعينات إلى يومنا هذا، في كل داء، في كل مرض، في كل مصحة، في كل عيادة، في كل فحوصة، فحوصات كثيرة، ومع ذلك حتى مع الزوج والبعل فإنها لم تنعم ولم تتلذذ أبدا. وتم إسقاط كم جميل توأم معا بالسحر أسقط، وحامل أسقط، وحامل آخر أسقط، وأوتي الإثام، حتى تبقى هي في العذاب لا تتنعم أبدا. واعترفت الحية وأسلمت ولله أذعنت بعد وعظ وقرآن وبيان، طاعة لله جل وعلا. حيا يا حيا، أسلمت لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً
رسول الله. اسمعي يا حية، أنت سحرتي هذه السيدة أو هم سحروها، وهذا زوجها أعطاني حتى أظهر لك. انظري ما هذا، شو هذا؟ هذا هو السحر الذي دللت عليه واعترفت به، ها؟ هذا هو السحر الذي دللت عليه واعترفت به أنه داخل الحائط في الحمام في الطرف السفلي، صح؟ هذا هو السحر. حطي، ها؟ مكتوب بماذا مكتوب؟ بماذا مكتوب؟ مكتوب بالدم، صح؟ بدم من؟ بدم ولدي الذي مات بحادث سير دهسته سيارة أمام البيت، سرق دمه وكتب به هذا السحر، صح؟ إذا الغاية ماذا؟ وهذا ماذا؟ سحر كذلك، سحر بالسكين للتحطيم، ماذا؟ للتحطيم. اسمعي، وهذا كذلك، هذا سحر كذلك. انظري، هذه أسحار، هذه أسحار 20 دينار، 20,000 دينار، هذه صح؟ هي أسحار عليها بالدم لمحق المال، ها؟ أسحار كثيرة، صح؟ هذه أسحار، انظري، هذه كلها أسحار، صح أم لا؟ أنت اعترفت بالسحر ودللت عليه طاعة لله. نريد أن نعرف كل الخبايا والخفايا بفضل الله تعالى حتى تنعم هذه السيدة في طاعة وراحة ابتغاء وجه الله عز وجل. إذن هيا بيني كل شيء طاعة لله سبحانه وتعالى. نحن نترقب الآن، هيا هيا تكلمي. سحرك الأول اعترفت به ووجد بفضل الله تعالى كما نطقت وكما بينت، هذا السحر الأول. طيب، هذا هو السحر الذي كان وسط البيت، وسط الحمام. هل هناك أسحار أخرى؟ هيا. نعم. أين بالضبط؟ أين بالضبط؟ هيا. في أي مكان الأسحار الأخرى؟ في الحوش. السحر في الحوش. في أي مكان في الحوش بالضبط؟ في أي مكان في الحوش؟ فوارة. ها؟ فوارة؟ ما تتكلمش أنت. فوارة، طيب. فوارة، طيب، في أي مكان في الفوارة بالضبط؟ تحت الماء. وين يروح الماء؟ ها؟ وين يروح الماء؟ ماذا موجود هناك في هذا السحر؟ في الفوارة؟ للتمريض. تشويه الجمال. بماذا صنع؟ ماذا مدفون هناك؟ ماذا مدفون هناك؟ حية. مدفونة حية. حية. ماذا في حية؟ حية. ماذا في الحية؟ ماذا صنعوا بها؟ أخذوا حية حقيقية، ها؟ غلقوا لها فمها. ثم؟ غلقوا لها رجليها، كتفوها. وكتفوا الحية. أخذوا حية حقيقية وغلقوا فمها وأحاطوا بها، حموها، ربطوها. ودفنوها عند الفوار، عند الماء، من أجل التمرين. ولهذا سكنت أنت حية وأمرضتها، شوهت الجلد والعينين والشعر، أسقطت الأسنان، أضعفت الجسد، جعلت الحياء في الظهر، شوهت الأقدام، كل شيء منذ 1989 وأنت تعذبينها إلى الآن. أسقطت كم جنين، كم حمل، عطلت الجماع، اللذة في الجماع، صح أم لا؟ كل هذه الأمور وأنت فيها في البدن وحدك تعذبين. أسلمت لله، بالإسلام يغفر الله لك، الحمد لله، واعترفت بالسحر، وفعلا اتصل زوجها ووجدنا السحر، وجد بفضل الله. إذن إذا اتصلنا نستخرج هذا السحر أيضا بفضل الله، لن يذهب زوجها بفضل الله حتى نتم كل شيء طاعة لله، خلاص. إذن سحر في الحوش في الفوارة تحت الماء، موجودة حية، فمها حاكمينه ومكبلينها ومدفون، صح؟ طيب، هذا للتمرين، هذه عقلنا عليها هي واحد، لأنك سبق واعترفت بسحر ووجدناه حقيقة، فجزاك الله خيرا. إذن أعطيني السحر الثاني الموجود كذلك، أين هو؟ ها؟ فين؟ أين؟ وين؟ أمام باب البيت. شنو كاين؟ ماذا موجود؟ سحر. سحر ماذا؟
ها؟ لها هي بماذا صنع؟ تموت للموت سيح للموت مدفون في عتبة الباب. أعطيني العلامة بالضبط، أعطيني أين يوجد بالضبط. اليوم بإذن الله يستخرج كما استخرج السحر الذي في البيت في الحائط في الحمام بإذن الله. هيا قولي عند عتبة الباب ماذا يوجد بإذن الله، والله سيثيبك خيرا لأن أراد لها موتا. طيب طيب خير، طيب قولي بالضبط. ها؟ عند عتبة الباب كتبتها، عند عتبة الباب في أي مكان بالضبط العتبة؟ في الجنينة. في أين؟ في الجنينة. في الجنينة ثقب كبير، هناك ثقب كبير. طيب الزوج عارف المكان الآن، خلاص في ذاك الثقب موجود. ها؟ إذا بحثوا في الثقب يجدونه. عبارة عن ماذا؟ وربما هو سبق لهم، هل يعرفون أن هناك سحر أم لا؟ ها؟ لا لا يعرفون. لا. طيب بماذا مصنوع هذا السحر؟ بأي شيء صنع؟ قلت أن الحية موجودة في الفوارة تحت الماء. تلسمان. ها؟ تلسمان حجاب كبير. حجاب كبير موجود في ذاك الثقب عند العتبة. نعم. ما متأكدة؟ ثقب كبير عند عتبة الباب موجود داخله حجاب كبير. طيب هذه أخرى، أعطيني شيء آخر. الآن أعطيتي جوج أصحاب. أين؟ هيا أين؟ نعم هيا أعطيني أصحاب أخرى. ها؟ تكلم الأصحاب أخرى. أين؟ نعم لا يوجد، خلاص هذه الأصحاب موجودة. إذا لا زال هناك سحر في الحوش في الفوارة تحت الماء، هو مصنوع بحية حقيقية. ها؟ أحكموا فمها وجسدها صح؟ ثم سحر بحجاب كبير في عتبة الباب عند الحفرة. السؤال، هذه السيدة منذ 1989 تعلم هذه أصحاب، ما المستفيد من قتلها؟ ما المستفيد من قتلها؟ أنا أحسد زوجها وأنا أحسدها. أنت كنت حية حاسدة. طيب أحسد زوجها. على ماذا؟ أحسدها. طيب كنت تحسدينها وتحسد زوجها؟ على كل شيء. على أولادها. وعلى أولادها. وكيف دخلتي أول مرة؟ من جاء بك؟ بالسحر. طيب هذا السحر كيف، لماذا؟ سحر. لماذا؟ بالسحر إسقاط أولادها. طيب ثم ماذا؟ وبعد ذلك بالتمريض. لتمريضها. تمريض. ولقتلها. وبعد ذلك بقتل والدها. طيب أنا اللي قتلته. الذي مات بحادث سير أمام البيت. أنا قتلته. وكيف قتلتي؟ جعلتي الخطأ يقع من السائق ويرجع. ها؟ يرجع يعني يرجع بالخلف وأصاب الطفل عمره 5 سنوات وقتله خطأ. أنت السبب. منذ سنين وأنا أخطط لهذا. منذ سنوات تخطط لهذا، فقتلت الولد وأسقطت كم جنين وأسقطت التوأم وعطلت الفراش بينه وبين الزوج والمتعة بينه وبين الزوج. ها؟ وشوهت جلدها وعظامها وشعرها وأسنانها. هي ما زالت محبوبة عند الناس، لا أريد أن يذهب أحدا إليها. لا تريد أن يذهب أحد عندها ويتكلم معها؟ لأنها هي محبوبة، لأنها محبوبة عند الناس. وأسلمت لله الآن؟ نعم. أتعطي العهد أن لا تؤذيها؟ نعم. قل أعاهد الله. أعاهد الله ألا أؤذيها. ألا أؤذيها. ألا أمرضها. ألا أؤذي زوجها. ألا أؤذي أبناءها. ألا أمرضها. ألا أمرضها. أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. أعاهد الله ألا أتعاون
على الإثم والعدوان. أعاهد الله أن تبطل الأصحاب طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أخرج منها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت حية من الجن، حية صح، وسكنت بسحر الحياة بحية مدفونة في فوارة، وسكنت بدم كتب على حجاب وأحكم في نحاس ودفن في بيتها، كما استخرج بإذن الله هذا النحاس والسحر بالدم إن شاء الله تستخرج الحية ويستخرج الحجاب الكبير الذي على عتبة الباب طاعة لله عز وجل. طيب، أي باب بالضبط؟ باب الحوش. باب الحوش الكبير؟ نعم، باب الحوش الكبير. في أي مكان بالضبط؟ هناك باب حوش كبير. نعم، في أي مكان بالضبط؟ باب حوش كبير في أي مكان بالضبط؟ على عتبة الباب أسفل، ها؟ نعم. وكيف دفنوا؟ حط على الجانب اليمين الشمال؟ عن اليمين. وكيف وصلوا لذاك المكان؟ كيف حفروا؟ ولا بد أن نعلم أن هذا السحر قديم جدا، ها؟ ولا زال محفوظ إلى الآن تحت عتبة الباب، لا زال محفوظ. طيب، محفوظ بحجاب كبير، والفوارة عند الحوش تحت الماء هناك حية حقيقية مدفونة. سبحان الله، كما أن السحر الحقيقي كان موجود في نحاس ومحفوظ داخل محل الزوج في الطابق السفلي، صح؟ طيب صح. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما بشرنا ربنا وكما فرحنا بإسلامك وكذلك باستخراج السحر وصدقك في الكلام، أن نستبشر بإخراج وباستخراج هذه الأسحار الأخرى إن شاء الله تعالى. وأنت وحدك في الجسد. أنا وحدك وصنعتي كل هذا. أنا قوية. أنت قوية، صنعتي كل هذا في الجسد. صنعتي كل هذا، أعجزت الطب، أعجزت الطب وحتى الزوج، أعجزت قدرته مع زوجي. سبحان الله. فمن اليوم عاهد الله ألا تعطل بينها وبين الزوج فراشا. أعاهد الله ألا أعطل بينها وبين زوجها فراشا. لا أعاهد ألا أعطل بينها وبين زوجها الفراش والجماع والمتعة الحلال. يعني أبلست إحساسها، أبلست مشاعرها، لا تشعر بزوجها، وكلما اقترب منها تألمت وأوذيت، صح أم لا؟ من اليوم بإذن الله لا ألم في الفراش، لا بلاذة في الإحساس، لا ألم في العظام، لا ألم في الجلد، بفضل الله عز وجل. وقول الحمد لله الذي من عليك بالإسلام يا حية، طاعة لله. وأسأل الله تعالى يسكنك جنة الدنيا والآخرة، ونتمم ما بقي على خير إن شاء الله باستخراج هذه الأصحاب، مفهوم؟ بإذن الله تعالى. وكذلك نراها كما رأينا الأول، وتبطل طاعة لله وتخرجي خلاص. قولوا أعاهد الله على هذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله.